السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مكملين مع بعض زي بدر، ودي منصة موجودة على الإنترنت لتنسيق الشغل بين الأقسام المختلفة وبتقدمها شركة Engineering Systems. خلينا نشوف البلانينج. أول حاجة اللي هي البروجكت بيلدر، تقدر تيجي هنا وتشوف المشروع بتاعك بالتفصيل اللي فيه. ممكن تقول له مثلا إيديت، تعمل إيديت للمشروع، تغير النيم، الابروفال بيلد، ديوريشن، كل المعلومات الخاصة بالمشروع تقدر تعدل فيها، وتقدر تعمل امبورت من البروموفيرا او تعمل اكسبورت. ممكن تقول له الاكتيفيتي بلانر، سيلكت وتقول له تاسكس. فده هتلاقي هنا الاكتيفيتي جريد، تقدر تختار من هنا البيسلاين. ده زي ما هتلاقي في الـ MS Project والبروموفيرا، تقدر تضيف مهام وتقدر تربط المهام بعضها ببعض، تقدر تضيف baseline، تقدر تعدل في التواريخ بتاعت المشروع زي ما انت عايز. هنا الـ BIM Assignment، هنا تقدر تختار مثلا عنصر معين وتربطه بتاريخ معين، يعني بيجيب لك الموديل، فانت تقدر تعمل select لجزء من الموديل وتربطه بالجدول الزمني اللي موجود، بحيث ان انت بتضيف البعد الرابع من البيم اللي هو خاص بيه التايب. فتقدر تعمل سيلكت لاي عنصر وتعمل له اساين على الخط ده مثلا على التاسك ديت. فمثلا احدد العنصر دوت واقول له اساين element، فيقول له هتعمل assignment للعنصر دوت، ولو هو مرتبط ب التاسك دي مرتبطة بعنصر آخر بيبدأ ينبهني لحاجة زي كده. طيب التارجت وورك، تقدر برضو تيجي هنا وتضيف أو تعدل في التارجت وورك اللي موجود، مثلا أقول له التوتال والأشيو ديت. بيقول لي التاريخ ده موجود قبل كده. طيب طيب ممكن اقول له اكتيفيتي بريك داون، فبيبدا يجيب لي كل الاكتيفيتي الموجوده في المشروع، واقدر اعمل اساين بريسورسز. يعني على سبيل المثال مثلا ديت، اقول له انا عايز اضيف عناصر معينه للحاجه ديت. تمام، مثلا العنصر دوت هقول له انا عايز اضيف اساينمنت، فبيقول لي العناصر اللي انت عايزها. فتقدر تختار مثلا اكيوبمنت معينه هتحتاجها في الشغل بتاعك، تمام، والتكلفه بتاعتهم هتبقى قد ايه بالجنيه مثلا، وتقول له مثلا انت علمت عليها اهيت، فتقول له سيف. طيب والعدد الكميه قد ايه، ممكن تقول له شنش وتعدل في الكميه، وممكن حتى تعملها زائد وناقص معادلات زي ما انت عايز، فتبقى عارف ان العناصر اللي انت محتاجها في المشروع ده ايه هي. تقدر تضيف العناصر اللي انت عايزها، تقدر تضيف اسامبلز للعنصر بتاعك مثلا اهوت، وتقول له اد، فيبدأ يضيفهم لك. ده كله في البريك داون.